الطبيعي، كل واحد ياخد مكانه المتعارف عليه، لكن طبعا المنافسة بتكون حلوة باستثناء طبعا المركز الأول، طبعا دايما محجوز للنادي الأهلي مع احترامنا للكل أكيد. يلا بسرعة أقول لكم الأخبار لغاية لما نحضر كريم أحمد زميل العزيز عمر. كهربا بينتظم في التدريبات الجماعية، محمود كهربا نجم الأهلي القادم الجديد انتظم في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي. قلنا قبل كده أن محمود كهربا نجم كبير جدا، لكن لو عدينا نجوم النادي الأهلي ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب كلهم نجوم، كلهم لا يقدروا بثمن، كلهم في نفس النجومية. وقلنا قبل كده أن احنا بنقول اللاعب اللي رايح النادي الأهلي ألف مليون مبروك عليك النادي الأهلي. محمود كهربا انتظم خلاص في التدريبات البدنية والتأهيلية والجماعية، خلاص إن شاء الله يكون جاهز للمباريات بعد شهر واحد. عارفين ان احنا عندنا مباراة طبعا مهمة جدا يوم السبت المقبل ان شاء الله في 9 مساء على استاد السلام. طيب تعالوا ناخد كريم احمد زميل العزيز، اهلا بيك يا كريم. كابتن ميدو برحب بيك وكالعادة برحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا كيمو. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو. النهارده يمكن طبعا بنأكد استعدادات خلاص للبطولة الافريقية والفصل الكبير اللي بنأكد عليه وبيأكد عليه كابتن سيد باستمرار، فصل بين بطولات الدوري العام والبطوله الافريقيه، الحلم الكبير النهارده تدريب نقدر نقول جزئين يا كابتن ميدو، يعني جزء الحفاظ شويه على اللعيبه اللي شاركت في المباراه، ما كانش في تدريب كامل ليهم، بعض اللعيبه ادت تدريبات بدنيه خفيفه مع مستر توماس طبعا مخطط الاحمال، ولكن مجموعه كبيره يعني فضل الجهاز الفني والطبي ايضا ان يكون ما فيش مشاركه نهائي في التدريب اليوم، لكن بجانب طبعا المجموعه اللي شاركت النهارده الظهور المميز جدا يا كابتن ميدو محمد عبد المنعم كهربا اللي النهارده ظهر في تدريبات الكوره بشكل طيب جدا، يعني عارف كان في اسبوعين برنامج تاهيلي موضوع عليه من الجهاز الفني انهاء بشكل مميز جدا، وكانت اشاده كمان من مخطط الاحمال توماس على تدريباته والجديه الكبيره اللي كان فيها كهربا. ان شاء الله بنتمنى مع بدايه السنه الجديده 2020 تكون فتح خير على النادي الاهلي وعلى محمود كهربا على كل اللعيبه. ان شاء الله النهارده ظهر بشكل طيب ومميز، بنطمن جمهور النادي الاهلي ومن خلالك بنطمن ان الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون فتره تالق لكل اللعيبه. جاهزيتها كابتن ميدو يعني ان شاء الله باذن الله مع القيد ومع الانهاء في كل الاجراءات الاداريه الخاصه بالقيد، وان شاء الله يكون في مباراه المقصه متواجد في القائمه او في التشكيل ان شاء الله وعلى دكه قلب دلاء باذن الله. امر كمان مهم هو مثل رامي ربيعه، يعني رامي ربيعه النهارده بيعلن الجاهزيه بشكل كامل، وطمنا من الجهاز الطبي والجهاز الفني على جاهزيه رامي ربيعه ان هو يكون مشارك ان شاء الله في المباراه القادمه. اعلن جاهزيه النهارده بالتدريب، يمكن تدرب كمان في المباراه الاخيره المستبعدين من مباراه الاتحاد. كريم نزل خلاص ان شاء الله هانت كابتن ميدو من 10 ايام ل 12 يوم يكون تدريجيا بقى في التدريبات الجماعيه. ياسر ابراهيم كمان تواجد النهارده في التدريب بالكامل، عنده كانت الام الضامه طبعا والاصابه اللي كانت قعدته الفتره اللي فاتت، الحمد لله الاصابات قلت بشكل كبير جدا الحمد لله. خلاص فاضل ايام بسيطه جدا والكل ينضم ان شاء الله باذن الله. كابتن ميدو انا معاك لو في اي استفسارات. طمنا على وليد ازارو، وسمعنا ان هو كان في كدمه كده ورجع المران الحمد لله، لكن طمنا عليه اكتر. النهارده طبعا يعني مع الحماس والجديه الكبيره اللي على طول في تدريبات النادي الاهلي، محمد عبد المنعم طبعا واحد من الناشئين اللي بيبذل حماس وجديه في الكره المشتركه كده في التقسيمه، يعني بس على وش رجل وليد ازارو كده كانت كدمه قويه. هو خرج من التدريب لكن عاد سريعا بعد الاطمئنان عليه وادى الجرعه التدريبيه بالكامل، جاهز ان شاء الله والكل جاهز الحمد لله، ما فيش حاجه تطمننا على كل اللعيبه الحمد لله. كابتن ميدو المباراه اللي جايه كمان وهي النقطه اللي اهم وهي جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله 10,000 يكونوا متواجدين في المدرجات. الجمهور يعني الفتره اللي جايه والنادي الاهلي محتاج الجمهور بشكل كبير، النادي الاهلي بيشتغل، الجهاز بيشتغل، مجلس الاداره، الكل بيعمل ان شاء الله المنظومه تكتمل ويحضر جمهور النادي الاهلي بالكثافه ويحضر 10,000 مشجع ان شاء الله ويكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كلمني كمان عن احنا قلنا 15 دقيقه ان شاء الله يكون دي الفتره المسموح بها للساده الصحفيين والساده الاعلاميين بحضور اول 15 دقيقه من مران النادي الاهلي غدا ان شاء الله يا كريم. هيبقى بعد غدا يوم الجمعه كابتن ميدو، يعني نقدر نقول ان هيبقى بكره الجمعه ان شاء الله. الجمعه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طبعا مع التعليمات واللوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي تم السماح ب 15 دقيقه للاعلام يكون متواجد لنقل طبعا ال 15 دقيقه الاولى من تدريب النادي الاهلي. الاجتماع الفني يكون الساعه 2 دورا ايضا كمان يوم الجمعه للاتفاق على طبعا طقم اللبس الوصول لمراقب المباراه كمان هيكون لبعض التعليمات. ان شاء الله كل الامور ده كابتن ميدو تصب في مصلحتنا باذن الله، ودافع كبير باذن الله يكون في اللعيبه البطوله الافريقيه حلم الكبير المنتظرينه نحسن نتائجنا بس في المجموعه ان شاء الله واحده واحده نوصل للنهايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله هيحصل. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن سمير عادل المدير الاداري بيطمنوا على كل ترتيبات وصول فريق بلاتينيا من زيمبابوي.
بالتاكيد يا كابتن ميدو ده الدور الكبير اللي بيقوم بيه طبعا كابتن سيد مع كابتننا الكبير والخبره الكبيره جدا طبعا كابتن سمير عدلي اللي على طول في تواصل مستمر مع السفاره المصريه مع امن المطار بيحاول ان هو يسهل لهم امور كثيره جدا في الوصول لان يعني طبعا انت عارف هتكون في رحله كمان للنادي الاهلي ان شاء الله في زيمبابوي باذن الله ان شاء الله تكون كل الامور ميسره لفريق النادي الاهلي للاطمئنان على مكان الاقامه امور كثيره جدا كمان يعني من خلال الكابتن سمير والكابتن سيد عبد الحفيظ بيقوموا بيها وان شاء الله الكل يبقى في المصلحه يا كابتن ميدو باذن الله باذن الله انا بحاول اناقش معاك كل الاخبار كريم دايما مميز وبتغطي لنا على احسن ما يكون يعني دي كل اللي عندي واعتقد ان انت قلت كل اللي عندك وكل اللي حصل في المران على قد المسموح به دايما بنتكلم يا كريم بالتاكيد يا كابتن ميدو انت عارف بيبقى في غلق للمران بالنسبه للصحفيين وبالنسبه للاعلاميين وكده فالحاول يعني الواحد بيشوف طبعا امور كثيره جدا وبيشوف جمل تكتيكيه وبيشوف بعض الامور لكن انت عارف طبعا حرصا على سريه التدريبات والامانه طبعا الاعلاميه من منبر قناه الاهلي ومركز الاعلام هتبقى هي الجهه الوحيده المسموح ان احنا نقول معلومات فبنحاول ان احنا نشرح امور كده بسيطه في التدريبات يا كابتن ميدو اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد ودايما مميز كالعاده اعتقد ان كريم يعني اتكلمت معاه في كل